بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم المبارك مفاتيح تدبر كتاب الله عز وجل. نحن اليوم في المفتاح 25، وهو بعنوان تصفية القلب من موانع تدبر كتاب الله عز وجل. العيش مع القرآن لا يعادله عيش آخر، فهو شفاء للنفس وراحة للروح وبلسم للجروح. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال قتادة رحمه الله: لا والله، لا والله، بل جعله الله شفاء ورحمة ونورا ودليلا إلى الجنة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التدبر مفتاح حياة القلوب. الله أكبر. ويقول الله عز وجل: يؤفك عنه من أفك. قال الحسن البصري رحمه الله: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. أيها الأحبة الكرام، ويقول الحسن البصري رحمه الله تعالى أيضا: العلم علمان، علم في القلب فذاك هو العلم النافع، وعلم على اللسان فتلك حجة الله على خلقه. أيها الأحبة الكرام، لو قرأ قارئ منا قول الله عز وجل: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، هل يحتاج إلى تفسيرها؟ هل يحتاج أن يرجع إلى كتب التفاسير؟ أعتقد أنها واضحة، أعتقد أنها واضحة، ولكنها تحتاج منك إلى قلب يقرأها، قلب نقي تقي طاهر يفهم كلام الله عز وجل. ولو قرأت قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الله أكبر. هل هذه الآية تحتاج إلى شرح ورجوع إلى كتب التفاسير؟ لا والله، بل هي واضحة وضوح الشمس في ضحاها. رجل عامي يسمع الإمام وهو يقرأ في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم. فبعد الصلاة وقف وقال: يا إخوتا، إذا كان خيرة الخلق سيسألون عن صدقهم فكيف بي وبكم؟ نعم أيها الأحبة الكرام، إن القرآن يخاطب قلوبنا، فهل ابتعدنا عن الأمور التي تمنع من وصول القرآن إلى قلوبنا؟ أيها الأحبة، أمراض القلوب ينبغي أن تعالج وأن نبتعد عنها تماما، لأن من الأمراض الذنوب والمعاصي والإصرار عليها. ولهذا قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: اعلم أنه لا يحصل للناس ناظر فهم معاني الوحي ولا يظهر له أسراره وفي قلبه بدعة أو كبر أو كبر أو هوى أو حب الدنيا أو هوى مطاع وغير ذلك من الأمور التي تصرف قلبك يا أخي ويا أخي عن فهم كتاب الله عز وجل. قال ابن مسعود رحمه الله: لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذا الشعر، قفوا قفوا عند عجائبه، حركوا به القلوب، حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. نعم أيها الأحبة الكرام، ويقول ابن القيم رحمه الله: الناس ثلاثة، رجل قلبه ميت فذاك قلب لا نفع فيه، ورجل قلب له حي، ورجل له قلب حي ولكنه مشغول لا يتفكر لا يتفهم في كتاب الله عز وجل، ورجل ثالث قلبه حي فهو يستشعر الآيات ويسمع كلام الله ويتعد بكلام الله عز وجل ويعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، هذا المفتاح العظيم ينبغي علينا أن نستشعره وأن نطهر قلوبنا من الأحقاد والأوساخ والضغائن والذنوب والهوى والشهرة والشهوة وغير ذلك، لكي نقرأ كتاب الله عز وجل فنفهم مراد الله سبحانه وتعالى، فنعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى. ولا ننسى
أن ندعو الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يرزقنا فهم كتابه والتأثر به والعمل به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.